ديما كيلعب على الألقاب وكيبغي يحقق أشياء كبيرة. فالضغط هذا مزيان لينا حنا كلاعبين باش إن شاء الله نزيدو نخدمو ونعطيو للجماهير داكشي اللي كتسنى. ياسين شكرا لك. جمهور الزعيم ياسين بونو. قبل حوالي 40 عام شهدت كرة القدم السعودية تواجد لاعب عالمي كان أسطورة منتخب البرازيل، وكانت تعد كأعظم صفقة انتقال في المنطقة. كان اللاعب هو ريبالينيو، وكان الفريق هو الهلال. واليوم التاريخي يعيد نفسه ليكرر الهلال التوقيع مع نجم وكابتن المنتخب البرازيلي وهداف التاريخي ب77 هدف. جمهور الزعيم رحلوا معي باللاعب دا سيلفا سانتوس جونيور.